حاولت كتير تحل المكعب ده وما عرفتش تحله، ده اكيد طبعا، واتفرجت على فيديو واتنين وتلاتة عشان تحله وبرضه ما تحلش. اقول لك على احساسك واحساس اي حد بيمسك المكعب ده لاول مرة، يفضل يبص عليه ويقلب فيه ويلف فيه كام لفة، وفجأة يحس ان هو غبي جدا، وفي الاخر هترميه من ايدك ومش هتفكر تمسكه تاني. على فكرة ده احساسي فعلا اول مرة مسكت فيها المكعب. لو دورت على كلمة احباط في المعجم ما استبعدش ان ممكن تلاقي صورة مكعب روبيك. بس اطمنك الموضوع مش غباء ولا حاجة، الموضوع اصلا مستحيل المكعب يتحل من غير ما تعرف طريقة الحل بتاعته. اللي اخترعه نفسه قعد شهر عشان يعرف يحله، وبالتالي اللي يحل المكعب ده من غير ما يكون عارف طريقة الحل بتاعته يبقى هو اللي مش طبيعي مش احنا، وفعلا هيبقى خارق للعادة، معدل ذكائه عالي جدا، ده غير ان مستواه التعليمي عالي جدا جدا، واحنا ما شاء الله طبعا لا عندنا ده ولا عندنا ده. يعني لو حد ماسك مكعب روبيك قدامك وبيحل فيه هو بس اتعلم طريقة الحل مش اكتر، وغير كده مش هيعرف يحله. الموضوع بيحتاج شوية فهم على شوية حفظ، وطبعا لازم تكون مركز، بس في الاخر بتلاقي سهل جدا وبتعرف تحله ازاي، وكل ما طبقت الطريقة اكتر كل ما بتبقى اسرع. يعني لو اتعلمت تحله والمكعب فضل في ايديك تتسلى بيه كده لمدة اسبوعين هتلاقي نفسك بتحله في اقل من 5 دقايق، والمتوسط بتاعك هيبقى من 2 ل3 دقايق تقريبا. اللي اخترع المكعب هو ايرنو روبيك، وده نحات واستاذ هندسة معمارية من اصل مجري، وده كان في سنة 1974. المكعب كان اسمه في الاول المكعب السحري، وبعد كده اتسمى مكعب الروبيك. قبل ما نبدأ نحل المكعب عايزين نتفق على حاجة كده عشان ما تزهقش وتقول ما عرفتش تحله وتقفل الفيديو وتيأس من الموضوع ده. طريقة الحل سهلة جدا، بس زي ما قلنا شوية تركيز، ووعد مني ان انت هتحله في الاخر بكل سهولة. وعلى فكرة انا شفت فيديوهات كتير ودي اسهل طريقة. المكعب بيتحل على كذا مرحلة، المطلوب منك بعد كل مرحلة هقولك توقف الفيديو وتروح تحل المرحلة دي وتفضل تعيد وتزيد فيها لحد ما تحفظها تمام وتبقى سهلة بالنسبة لك، وبعدين تبدأ في اللي بعدها. ده الاتفاق اللي بيني وبينك قبل ما تبتدي حل في المكعب. اول حاجة عايزك تعرفها قبل ما يبتدي حل المكعب ان المكعب بيتكون من 6 اوجه زي ما احنا شايفين قدامنا. ده معانا الوجه الازرق، وهنا الاحمر، وهنا الاخضر، وهنا الاورنج. لو بصينا فوق هيبقى الابيض، وقصاده الناحية التانية الاصفر. النقطة اللي في النص هي اللي بتحدد لون الوجه كله، يعني هنا مثلا مفيش ولا نقطة خضراء الا اللي في النص. اللون الاخضر اللي في النص هو اللي بيحدد لون الوجه، بمعنى ان الوجه ده هو الاخضر. ولو بصينا مثلا على الوجه الاحمر هنا هنلاقي كده ده الاحمر. ليه؟ لان المنتصف هي الاحمر. هنا الازرق لان المنتصف هو الازرق. لو بصينا هنا هنلاقي ان في 3 مربعات ابيض. هل معنى كده الوجه ده هو الابيض؟ لا، الوجه ده هو لون الاورنج. ليه؟ لان المنتصف اورنج. اول حاجة هنجيب علامة الزائد اللي عند الاصفر بس لون ابيض، تمام؟ يعني هنا هنجيب لون ابيض، هنا ابيض، هنا ابيض، هنا ابيض، تمام؟ علامة الزائد اللي عند الاصفر هنجيبها ابيض. ازاي نعمل الموضوع ده؟ هنمسك المكعب يكون الوجه الاصفر لفوق زي ما انا ماسكه كده دلوقتي، وهنبدأ نبص على الوجه المقابل لينا. هنبدأ نبص عليه، هل في علامة الزائد ابيض؟ ايوه موجود، عندنا ده وعندنا ده، تمام. طب ازاي اجيب ده فوق هنا عند الاصفر؟ حركة بسيطة خالص، الجنب اليمين ده هنبدأ نلفه لفوق كده، هنلاقي ان في نقطة جت معانا اهي عند الاصفر، يبقى احنا كده جبنا اول نقطة احنا عايزين نجيبها. هنبدأ نبص برضو في نفس الوجه اللي احنا كان قدامنا، هل في علامة الزائد ابيض تاني؟ ايوه فيه. ايه عندنا اللي موجودة تحت؟ طيب عشان اجيب دي فوق لازم تكون هنا على اليمين او على الشمال، يبقى كده على ناحية اليمين او ناحية الشمال، تمام. فانا عشان اجيبها هنا او هنا هعمل ايه؟ مجرد بس هلف الوجه الامامي اللي قدامنا ده حركة واحدة كده، بقت موجودة عندنا على الشمال، وهبدأ أحرك الجنب الشمال ده كله، أصبح إن إحنا كده جبنا النقطة التانية من علامة الزائد. في حاجة تاني في الوجه اللي قدامنا ده في علامة الزائد؟ لأ مفيش. يبقى نلف المكعب ونشوف برضو في الوجه اللي قدامنا ده هل في علامة الزائد أبيض؟ لأ مفيش. نشوف الوجه اللي بعده برضو مفيش. الوجه الرابع مفيش ولا مربع أبيض في علامة الزائد. كده ما فاضلش غير الوجه اللي هو من تحت، هبص عليه
ألاقي أيوة فعلا في واحد اتنين، دول عشان أجيبهم عند الأصفر ورا، لأن الأصفر عندي ورا هنا أهو. هلف هنا لفتين أهو، أخدها كده مرتين، أصبح إن أنا كده جبتها فوق عندي عند الأصفر. نشوف آخر قطعة معانا برضو في الوجه اللي تحت، هلاقيها موجودة هنا عندي تحت اللي هي قدامها هنا. طيب هنا أنا عندي أبيض، لو أنا جبت اللي تحت يعني مثلا لو مسكناه كده، هنا عندي أبيض وهي مقابلها هنا الأبيض اللي أنا عايزها. لو أنا لفتها كده أكني ما عملتش حاجة، لأن مشيت دي هنا وجبت دي مكانها. تمام. طيب في الحالة دي أعمل إيه؟ أنا دلوقتي عايز أجيب اللي هنا دي الأبيض دي، عايز أجيبها هنا، هعمل إيه؟ هلف العلوي اللي فوق ده كده حركة واحدة كده، فهجيب مكانها هنا ايه النقطة الأورنج دي. يبقى كده لما هاجي أجيب دي هنا هلاقي إن خلاص كده كملنا علامة الزائد بتاعتنا باللون الأبيض زي ما احنا شايفين في الوجه الأصفر. طبعا نقطة الزوايا، الزاوية دي والزاوية دي ما تخصناش في حاجة، أبيض أو مش أبيض، مش دي قصتنا دلوقتي. تاني خطوة معانا نشوف الأبيض هنا معاها ايه، أزرق. طيب الأزرق ده في الوجه الأزرق فعلا، أيوة موجود أهو مع الأزرق. تمام. يبقى هنلفها لفتين لورا لتحت. تمام. نيجي اللي بعديها، الأبيض ده معاه إيه؟ أخضر. تمام. نمسك المكعب كده من فوق ونبدأ نلف المكعب كله من تحت لحد ما تبقى الأخضر مع الأخضر، ونقوم جايين ماسكين الوجه الأخضر كله ده ونلفه مرتين لتحت. أدي واحد اتنين. تمام. نشوف النقطة اللي بعدها معاها ايه، احمر فعلا في الوجه الاحمر، ايوه ونجي لفينها لفتين لتحت. نيجي في الاخيرة معانا وهي النقطة ديت البيضة معاها الاورنج. طب الاورنج مع الاورنج؟ لا مش مع الاورنج، ده في الوجه الازرق. يبقى هنمسك الجزء اللي فوق ده ونبدأ نلف المكعب من تحت لحد ما تيجي معانا الاورنج مع الاورنج. طبعا الاورنج مع الاورنج معنى كده النقطه اللي في المنتصف مش اللي الجنب، يعني لو هنا اورنج وهنا اورنج في حاجه تانية او في وجه تاني ما ينفعش، لازم يكون الاورنج مع الاورنج اللي هو الوجه الاورنج اللي هي نقطه المنتصف. تمام. جبناها. تمام. يبقى نحرك اهي حركتين لتحت. لو قلبنا المكعب كده هنلاقي ان احنا عملنا علامه الزائد في الابيض والوانها مظبوطه، يعني ان الاحمر مع الاحمر، وهنا الابيض مع ازرق مع الازرق، وهنا الابيض مع اورنج اورنج، وهنا ابيض مع اخضر واخضر. كده احنا خلصنا اول مرحله من مراحل المكعب. انا معايا دلوقتي 3 مكعبات، هنبدا نعيد نفس الخطوات الثانيه في المكعبين اللي معايا التانيين. تمام. عشان تحفظها كويس وتركز معاك. اول حاجه احنا عملناها ايه؟ قلنا هنمسك المكعب يكون الوجه الاصفر ده فوق ونشوف اللي قدامنا فيه في علامة الزائد أبيض، أيوة موجود أهي. قلنا دلوقتي عشان نجيب الأبيض دي فوق لازم تبقى على اليمين أو على الشمال. ماشي. يبقى هلفها لفة كده، أهي الأمامي ده اللي قدامي، هلفه لفة كده، أصبح إن هو هنا كده جيت عندي على اليمين، هقوم جاي واخد اللي هو الجزء اليمين ده ورافعها لفوق. تمام. أصبح إن هنا معايا أول نقطة في الزائد الأبيض. هنبدأ نبص تاني قدامنا في الوجه اللي قدامنا، هل فيه في علامة الزائد أبيض؟ لا مفيش. ندير كده المكعب نشوف هنا هل فيه، برضو هنا مفيش. ندير كمان مرة هل هنا فيه؟ أيوة في معايا نقطة هنا اهي، هقوم جاي رافعها حركة واحدة كده لفوق، هتيجي عندي فوق، يبقى كده جبنا النقطة التانية من علامة الزائد. فاضل معانا النقطة اللي هنا والنقطة اللي هنا. أنا هنا لقيت برضو في واحدة ثانية هنا قدام، هجيبها فوق إزاي؟ لو حركتها هنا مكان دي اللي هنا دي هتروح، هعمل إيه في الحالة دي؟ هقوم جاي محرك الجزء العلوي ده حركة واحدة كده، يبقى أنا جبت قصادها لون تاني، هقوم جاي رافعها كده حركة واحدة، هلاقي إن كده النقطة التالتة معانا جت. هبص في الوجه قدامي هل في أبيض؟ لا مفيش. هلف معايا المكعب هنا، هل فيه في علامة الزائد أبيض؟ أيوة موجود، اللي هي موجودة تحت دي. طب احنا اتفقنا
إن عشان أجيبها فوق لازم تبقى موجودة على اليمين أو على الشمال. حلو، جميل. طيب عشان أجيبها على اليمين أو على الشمال بمسك كده الجزء الأمامي ده وحركه معايا حركة واحدة يمين أو شمال، تمام. هبص هلاقي بقت موجودة معايا هنا. أنا عشان أرفعها فوق هنا هضيع دي، فأنا هعمل إيه؟ هجيب هنا في المكان ده النقطة اللي إحنا محتاجينها اللي هي حركها كده حركة واحدة، يبقى هي كده النقطة اللي فاضلنا اللي هنا. أقوم جاي رافع ده كده، هلاقي كده بالظبط علامة الزائد اللي إحنا عايزينها. طيب الخطوة التانية في المرحلة دي إيه؟ إن أنا بشوف اللون اللي موجود مع الأبيض وأوحده باللون بتاعه. يعني إيه؟ هنا دلوقتي الأبيض ده معاه أورانج، يبقى هنمسك كده ونلف المكعب من تحت لحد ما نجيب معاه الأورانج، تمام. يبقى كده الأبيض أورانج وأورانج، وأقوم جاي لففها مرتين أهي كلها الأورانج، وجه الأورانج اللي هو ده هبدأ ألفه مرتين لتحت، أدي واحد اتنين، تمام. هشوف التانية موجودة مع اللون الأحمر، همسك المكعب كده من فوق وأبدأ ألفه كده من تحت، أهي بقت خلاص موجودة مع الأحمر. هبدأ إن أنا ألفها لفتين لتحت، واحد اتنين. نيجي هنا في النقطة التالتة وهي موجودة مع الأخضر، همسك المكعب كده من فوق وأبدأ ألف المكعب لحد ما تبقى موجودة مع الأخضر. همسك الجزء الأخضر كله أو الوجه الأخضر كله وألفه لفتين لتحت، تمام. نيجي عند النقطة الرابعة معانا وهي اللون الأزرق، هقوم جاي ماسك المكعب من فوق وأبدأ ألفه من تحت لحد ما يبقى الأزرق مع الأزرق، وأقوم جاي ماسك الوجه الأزرق كله وألفه لفتين لتحت. لو بصينا كده وقلبنا المكعب هنلاقي علامة الزائد معانا مظبوطة، وكمان ألوانها في الجوانب مظبوطة، أو الأحمر مع الأحمر، وهنا الأبيض مع أخضر مع أخضر، وهنا أورنج مع أورنج، وهنا أزرق مع أزرق. كده برضو زي ما قلنا دي المرحلة الأولى من حل المكعب. نعيد تالت مرة. من تالت مرة هو هنعيد في تالت مكعب عشان اللي تاه معايا ولا حاجة يبدأ ان هو يركز ويحلها ان شاء الله بكل سهولة. اول حاجة قلناها ان احنا هنمسك المكعب يكون الوجه الاصفر هو اللي من فوق، ونشوف قدامنا هنا في علامة الزائد، طبعا كلمة الوجه الاصفر هو اللي فوق معنى كده نقطة منتصف الاصفر اللي هي ديت هي اللي من فوق، تمام. ونمسك المكعب قدامنا ونشوف علامة الزائد، هل هنا فيه في علامة الزائد أبيض؟ أيوة فيه أهي. عشان أجيبها فوق حركة واحدة بس كده الجزء اللي في اليمين ده هرفعه كده، هلاقي إن هنا خلاص أول نقطة جت معانا. نلف المكعب ونشوف هل هنا فيه في علامة الزائد أبيض؟ أيوة موجود أهي، مجرد بس حركة كده الجزء اللي على الشمال هنا حركة واحدة بس كده هلاقي إن النقطة التانية أهي جت معانا. طيب نمسك كده المكعب، هل فيه في الزائد ابيض؟ لا مفيش. هنبدا نلف المكعب معانا نشوف هنا، جت معانا هنا اهي، هنقوم جاي برده لفه واحده كده هنلاقي ان هي جت معانا كده النقطه الثالثه. كده فاضل لنا النقطه الرابعه، نشوف هنا كده في الوجه الرابع معانا هل فيه ابيض؟ لا مفيش. اصبح في الاربع اوجه اللي قدامنا اهم مفيش ابيض في علامه الزائد. طب ما احنا كده فاضل لنا واحده، هي فين؟ اكيد موجوده في الجزء اللي تحت. هنلف كده المكعب هنبص هنلاقي فعلا معانا موجوده هنا اهي. طيب نرجع تاني كده نبص على الجزء الاصفر اللي فوق اهو، هي موجوده فوق هنا. طيب نخليها كده مثلا هي على قمنا النقطه اللي احنا عايزينها، ونشوف ورا موجوده فين. موجوده قصادها فعلا في نفس الايه، في نفس الجزء، يعني هنا اهي على اليمين وهنا موجوده برضو على اليمين. يبقى يا دوبك هلفها لفتين هتبقى موجوده عندي فوق علامه الزائد الابيض عند الاصفر، كده خلاص كملت معانا. طيب معلش ملحوظه برضه صغيره عشان ما تتلخبطش، وليكن دي كانت هنا بس مش قصاد الاصفر، يعني لو لفيت كده هلاقيها موجوده هنا مش هنا. هعمل ايه؟ هلف دي بس لفه كده اهي عشان اجيبها قصادها، وابدا ان انا ارفعها مرتين لفوق هتبقى موجوده معايا، ويبقى كده كملنا خلاص علامه الزائد عند الاصفر، علامه الزائد الابيض عند الاصفر. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ زي ما قلنا هنوحد الالوان هنا، هنبص هنا الابيض معاها
أخضر، همسك المكعب كده من فوق وأبدأ ألفه من تحت أهو لحد ما أخلي الأخضر مع الأخضر، وأبدأ ألفه مرتين لتحت، واحد اتنين. هشوف النقطة الأبيض اللي بعديها معاها أحمر، أقوم جاي هنا، جاي خلاص هي معاها الأحمر، ألفها مرتين لتحت. النقطة التالتة أزرق، هي خلاص معاها أزرق، ألفها مرتين لتحت. والنقطة الرابعة معاها أورنج، ألفها مرتين لتحت. كده يبقى برضو عملنا علامة الزائد معانا ومظبوطة، هنا هو مع الأحمر، وهنا مع الأخضر، وهنا مع الأورنج، وهنا مع الأزرق. زي ما قلنا هتوقف الفيديو هنا وتبدأ تعيد اللي احنا قلناه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وياريت ما تدخلش في المرحلة اللي بعديها إلا لما تحل الموضوع دوت بكل سهولة وتحس ان هو انت ما بتفكرش فيه، بقى حاجة عادية بالنسبة لك، عشان ما تتلخبطش في المكعب وتحس ان هو صعب. انا شايف لحد كده الموضوع سهل جدا، ما فيهوش اي صعوبة. توقف الفيديو على كده، تبدأ زي ما قلنا تعيدها مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما تبقى سريع فيها، تتعامل معاها من غير حتى ما تفكر. وبكده يبقى وصلنا لنهاية حلقتنا. ياريت لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، اللايك والشير عشان غيرك يستفيد. وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.